دايما على تطوير ذاتك، احرص دايما على التدريب. في تدريبات كتير مش شرط انك تروح تحضر بشكل فعلي، ممكن تخش على اليوتيوب، في حاجات كويسه جدا. في منصات تعليميه كتير بتقدم العلم مجانا وبتدي لك كمان شهادات معتبره انك قعدت واتفرجت وتعلمت، وبتعمل لك امتحان وتدي لك شهاده. احرص دايما طول ما فيك نفس انك تكون احسن واحد، بس احسن واحد مش بكلام، احسن واحد بالعمل بتاعك، احسن واحد بالامكانيات بتاعتك، بالعطاء بتاعك، بالحاجات اللي تقدر تضيفها لغيرك.